من قال أن الظروف هي من يتحكم بالمستقبل أو يحدده؟ فإن الإنسان إذا ما تحلى بالإرادة والعزيمة فسيتغلب على كل الصعوبات التي تعيق دربه. تقريرنا اليوم يتحدث عن الشاب جوان الذي امتهن فن التخطيط وحوله من هواية يمارسها ليملأ وقته إلى مهنة يتعلمها ويعلمها لغيره من محبي الرسم التشكيلي والتخطيط. وها هو اليوم يتحدث لمراسلنا عن أهم العوائق التي واجهته منذ بداية مشواره ومروراً بتحرير عفرين إلى ما بعد ذلك. السلام عليكم، أنا اسمي جوان إيبو من قرية قرزحل مواليد 2004. أنا بديت بالرسم من شي 5-6 سنين، وقتها كنت صغير، كنت برسم بس لوحات بسيطة، يعني شغل هوات ما شي نظامي. بعد ما حرروا عفرين، جينا لعفرين فتحوا مركز اسمه أشرعة. بفضلهم تعرفت على أستاذ فنان، هو فنان تشكيلي، تعرفت على الرسم التشكيلي من خلاله وعلى الخط العربي، فسعيت أن يكون من المتقنين لهذه الأشياء. بالنسبة للخط أنا بستخدم القصبة معروفة والحبر، أما بالرسم في عنا ألوان الأكريليك، وبحب القلم الرصاص أكثر شيء الصراحة. يعني أنا لما ببدأ بالرسم بحس حالي بعالم تاني، بنسى كل شيء حوالي. أحياناً بشوف حالي إنه عم برسم 8 ساعات وماني حاسس ب 8 ساعات، كأنه نص ساعة هي. فبتمنى إني أوصل لمرحلة بالرسم إني أرسم بشكل واقعي 100% من دون أي أخطاء ومن دون أي نقص بالرسمة. وموضوع الخط نفس الشيء، ما بيختلف عن الرسم أبداً. أنا بديت من الخط من شيء 4 سنين. بتذكر لما بديت كنت ما أحبها كل هالقد، بعدين تعلقت فيها أكثر وأكثر وصارت مثل الرسم شقفة مني يعني، وأتمنى أني فيت بلدي ووطني بهالشيء. بعدسة مراسلنا وكالة الفرات للأنباء.